الشاذلي لمصطفى، وادي لعبة تانية لمصطفى، هات وخد بينه وبين الشاذلي وابراهيم الخليلي الثلاثة ترسانة. مع هذا الثلاثي ضمت التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر أمام المغرب في إياب تصفيات كأس الأمم الإفريقية عام 1972 الحارس حسن علي، ليصل عدد نجوم الشواكيش في ملعب النادي الأهلي إلى 4 لاعبين مقابل لاعبين فقط من الأهلي هما هاني مصطفى وأحمد ماهر. محمد فؤاد وداخل محمد فؤاد وجول 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 الجول الأول لنادي الترسانة محمد فؤاد. في هذا التوقيت أيضا تواجد الثنائي الحملاوي ومحمد أبو العز في القائمة، وانضم لهم في وقت لاحق رأفت مكي، حيث كان فريق الترسانة يشكل القوام الرئيسي للمنتخب الوطني. نادي الترسانة تأسس عام 1921 بمنطقة بولاء لخدمة موظف الورش الأميرية التابعة للترسانة البحرية، ثم تم نقله لمنطقة العجوزة، بعدها استقر في مكانه الحالي بميت عقبة عام 1958. بعد عامين فقط على تأسيسه عرف النادي منصات التتويج عندما أحرز لقب كأس مصر عام 1923 على حساب السكة الحديد، ثم توج بكأس السلطان حسين عامي 28 و30 ودوري منطقة القاهرة عام 33، بالإضافة لخمسة ألقاب أخرى في كأس مصر آخرها عام 1986 عندما تفوق على غزل المحلة مع جيل الثلاثي الهجومي الشهير محمد كمال ومحمد فؤاد ومحمد رمضان. مع بداية بطولة الدوري المصري عام 48 حصل الترسانة على المركز الثاني، وفي الموسم 13 للمسابقة نجح في الفوز بالدرع، وكان أول فريق يكسر احتكار القطبين الكبيرين للبطولة. النخلة ضرده طلع النخلة وجاب الجول وهوبا برا تاني جول هشام عزمي للمرة الثانية واقف ما بيعملش حاجة أبدا والشاذلي بيحط الجول الثانية. وعلى مدار تاريخها قدمت القلعة الزرقاء للكرة المصرية عددا من النجوم الكبار أبرزهم علي كاف وزكي عثمان وعلي رياض وكامل مسعود وإسماعيل رأفت ومحمد بخاتي وعبد النبي وحمدي وبدوي وشاكر عبد الفتاح وحرب الدهشوري وعبد المنعم الحاج ومحمود حسن وحسن علي وحسن فريد ومصطفى رياض وحسن الشاذلي أشهر دويتو في تاريخ الكرة المصرية، بالإضافة لنجوم الجيل الحديث محمد رمضان وعلي ماهر ومحمد أبو تريكة.